ورشة العمل اللي عم يستضيفها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ونحن جدا يعني بنشكر المركز على اهتمامه بهالقضية اللي كتير مهمة واللي حقيقة مغفلة في معظم الحالات. فالجلسة الثانية هي راح تكون عن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في سوريا. طبعا راح يتناوب على بالجلسة هي راح تناول ثلاث أوراق عمل. الورقة الأولى راح تقدمها الدكتورة سجى الزعبي بالمشاركة مع الأستاذ همام وردي، المهجرون السوريون في الداخل، لعنة الحرب ومتاهة الهجرة القسرية. الورقة الثانية هي للدكتور سامر بكور، أبعاد النزوح الطائفي في إدلب بما وسماها سوريا الصغرى. والورقة الثالثة هي للدكتور حمزة المصطفى، سوريا أزمة اللجوء إلى الخارج والتغيير الديموغرافي داخلها. طبعا مجموعة الزملاء اللي حيتقدموا بالأوراق هن سوريين وعندهم تجربة بالأبحاث بما يخص سوريا، ولديهم تجربة ميدانية في أغلب الحالات كإجراء مسوح ولقاءات في الداخل السوري. ف يعني أوراق معتمدة على شيء عملي موجود وملموس على أرض الواقع. مثل ما بنعرف نحن عبر الحراك المجتمعي في سوريا اللي انطلق بعام 2011 واللي نادى بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، عبر عن الاختناق اللي كان واصل إله المجتمع في مختلف جوانب التنمية المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، واللي عكس بدوره التناقض الحاد بين المؤسسات القائمة وما يصبو إليه المجتمع السوري، ولعبت بقوى التسلط المحلية المتمثلة في الاستبداد السياسي والعصبيات والتطرف، وقوى التسلط الخارجية دور حاسم في تحويل هذا الحراك وعسكرته واستغلال العنف الدامي والاستثمار في تسييس الهوية واقتصاديات الحرب اللي نجمت عنه. طبعا سوريا حاليا بعد 8 سنوات من النزاع، النزاع اللي سبب أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية باعتراف جميع المهتمين بهذا الشأن. فقدت خلال هالنزاع هذا مئات الألوف من المواطنين فقدوا حياتهم، بالإضافة إلى نزوح أكثر من إلى لجوء أكثر من 5.6 مليون مواطن سوري باحثين عن الأمان في دول جوار لبنان وتركيا والأردن وفي بلدان مضيفة أخرى. بينما بلغ عدد النازحين حسب آخر تقارير لمنظمة اللاجئين في آب 2019 حوالي 6,140,000 نازح داخلي، وهو يعتبر أعلى رقم في العالم، يعتبر رقم واحد في العالم حاليا. والنازحين حديثا يعني بالفترة الأخيرة بلغوا 1,190,000 يعني بسنة 2019، ورغم أنه مثل ما بنعرف أنه حدة المعارك خفت إلا أنه بالفترة الأخيرة لم نشاهد عودة نازحين أو لاجئين بالوتيرة المطلوبة، طبعا لأنه في إرادات سياسية داخلية وخارجية لعدم عودة هؤلاء النازحين أو اللاجئين إلى أماكنهم. نحن من خلال يعني الدراسة من خلال الورقات العمل نسعى إلى تغيير نمط الدراسات اللي كانت سائدة سابقا واللي حكى عنها الدكتور حيدر صباحا، بأنه كانت كلها مهتمة بدراسة ظروف المهجرين الاقتصادية والاجتماعية في سبيل معرفة الاحتياجات الرئيسية وتحسين أداء المساعدات لصالح المهاجرين. نحن راح نحاول بهالورقات العمل نسلط الضوء على واقع المهاجرين بشكل مختلف عن موضوع الاحتياجات، وراح نعطي الكلام للزملاء. عندنا ثلاث متحدثين حنحاول نستغل الوقت بأفضل ما يمكن. راح نبدأ مع الدكتورة سجى الزعبي لو سمحتي. شكرا دكتور علي، يسعد أوقاتكم جميعا. أولا أنا بحب أعرف عن حالي. سجى الزعبي، اضطريت أني أترك سوريا في عام 2016، حالياً بعمل في جامعة أكسفورد قسم التنمية الدولية
كمدرس وباحث، مدرس للهجرة القصرية والجندر والسياسة الشرق الأوسط. وبسرني جدا أني يكون معكم وموجودة بالمركز اليوم. إذن المهجرون السوريون في الداخل ما بين لعنة الحرب ومتاهة الهجرة القصرية. ماذا يحدث في سوريا من عام 2011 إلى الآن؟ تكلم عنه الدكتور علي فما في إضافات رح ضيفها. ممكن الشيء اللي اتكلم عنه كيف التراجع حصل في سوريا، فخلال الربع الأول فقط من عام 2013 بحسب مؤشرات التنمية كان التراجع لسوريا بمعدل 15 عام، فبالتالي وهذا الرقم بازدياد، فبالتالي بنقدر نخمن أو نقدر العدد التراجع السنوات الكبير اللي عم تشهده سوريا للأسف في هذه المرحلة. بالنسبة رح ركز أكثر، طبعا التراجع شمل مستويات كثيرة على المستوى التعليمي، المستوى التنموي، الاقتصادي، الصناعي لأسباب عديدة، لكن من وجهة نظري كمهتمة بالتنمية بشكل عام وبركز على الجندر أكثر، فهو كان الدمار الأكبر والخسارة الأكبر هي لرأس المال البشري. ففي حسب الإحصائيات بحسب اليو إن 13 مليون في سوريا هم بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية، أكثر من 6 مليون مثل ما تكرم وحكى الدكتور علي نازحين داخلياً، وأكثر من 6 مليون نازحين خارجياً. أكبر عدد من اللاجئين السوريين موجود في تركيا تجاوز 3 مليون، لكن بالنسبة لعدد الأشخاص كان هو أكبر عدد موجود في لبنان، بحيث كل 5 أشخاص في لبنان يوجد لاجئ سوري، وكل 15 شخص في الأردن. أعلى نسبة بالنسبة للأشخاص، بالنسبة لعدد سكان، لعدد السكان الإجمالي، وكل 15 شخص في الأردن يوجد لاجئ سوري. المشكلة اللي كتير كمان أيضاً بحب أنه نوه له وشير لأهميتها هي التعليم. الخسارة الكبيرة اللي حصلت في قطاع التعليم سواء في دمار وانهيار المؤسسات التعليمية والمنظومة التعليمية أو بانقطاع الأطفال من فئة 8 إلى 16 سنة أو 14 سنة عن التعليم لأسباب عديدة. أهداف الدراسة التعرف أولاً في هذه الدراسة في البداية رح نعمل توصيف أو تعرف لموجات النزوح في الداخلي في سوريا، تحديد الأثر الديموغرافي للنزوح، تسليط الضوء على أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المهجرون، ورصد الاحتياجات والتدخلات المناسبة الكفيلة بتعزيز صمود لدى المهجرين وتحسين وضعهم المعيشي سواء في مناطقهم الجديدة أو في مناطقهم الأم. منطقة الدراسة، تمت الدراسة الميدانية مسح ميداني في منطقة السلمية في المنطقة الوسطى في سوريا تابعة لمحافظة حما، وفي منطقة السويداء وهي في المنطقة الجنوبية في سوريا، باعتبار أنه هاتين المنطقتين هما من المناطق الآمنة نوعا ما وتفتقر لكثير من الخدمات واللي ممكن تعيل وتخدم الأعداد الكبيرة من النازحين اللي وفدوا لهاتين المنطقتين. منهجية الدراسة، تم اعتماد منهجي التحليل النوعي والكمي في هذه الدراسة من خلال عمل مسح ميداني عامي 2015-2016. تم إجراء 5 مجموعات نقاش بؤرية بالإضافة إلى المقابلات الشخصية بواسطة استمارة استبيان لعينة عشوائية بتتكون من 193 رب أسرة أو ربة أسرة من المهجرين المدنيين المتوزعين على قرى مختلفة في منطقتي الدراسة. كما تمت مراجعة تاريخ حياة أفراد العينة والمناطق المدروسة قبل وبعد التهجير ومقابلة القادة المدنيين والمحليين في تلك المناطق المدروسة.
بداية الأثر الديموغرافي رح نبتدي فيه من خلال توصيف موجات النزوح اللي حدثت في خلال هذول في المنطقتين المدروستين من خلال المقابلات والجلسات النقاش المركزة أو البؤرية مع الأشخاص النازحين أو المهجرين في هذه المناطق. تم إيجاد أربع موجات نزوح. مرحلة النزوح الفردية وهي شكلت سبعة ما يقارب 8% من عينة الدراسة، بدأت من عام 2011 وحتى تموز 2012. في هذه المرحلة هي كانت مرحلة على فينا نقول فردية على مستوى الأسر في المناطق، غادرت هذه الأسر سكنها في المناطق حيث بدأت في ظهور النزاع الطائفي والانتماء والولاء السياسي، وكان في بدايات للخطف واشتباكات وانتشار عمليات سرقة وإلى آخره، وكانت في نوعا ما بداية توقف المدارس. مرحلة النزوح الجماعي وهي كانت غالبي يعني الأكبر موجة نزوح شكلت ما يقارب 60% من عينة الدراسة، ابتدأت من عام 2012 وحتى منتصف 2013. بدأت هذه الفترة بخروج مناطق كبيرة من دمشق وريفها عن سيطرة الحكومة أو النظام ودخولها مرحلة النزاع المسلح. كان وقتها فيما يعرف بمرحلة بركان دمشق أو معركة بركان دمشق. لتتوسع رقعة الحرب فيما بعد وتصل إلى مدينة حلب والحسكة ودير الزور، وتنتهي هذه المرحلة بدخول محافظة الرقة مدينة وريفا مرحلة النزاع المسلح. كمان انتشر في هذه المرحلة الكثير من عمليات السلب والنهب والاشتباكات وكل عواقب أو عقبات أو تبعات الحرب. المرحلة الثالثة وهي مرحلة سيطرة المتطرفين والإرهابيين وشكلت ما يقارب 20% من العينة المدروسة، امتدت من منتصف عام 2013 حتى نهاية عام 2015. تميزت هذه المرحلة بازدياد نفوذ تنظيم القاعدة وجبهة النصرة من جهة، وازدياد نفوذ داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة أخرى، واحتدام الصراع بينهم على السلطة وما آل إليه من معارك واشتباكات وخراب ودمار كبير. كان من أهم سمة هذه المرحلة هو توقف المدارس التعليم المدرسي والجامعي في المناطق في مناطق اللي نشأت فيها هذه موجات النزوح. رابعا المرحلة الحروب الكبيرة وهي شكلت 15% من عينة الدراسة من عام 2016 وحتى الآن. اشتدت المعارك في هذه المرحلة بين القوات النظام وحلفائها من جهة والأطراف المسلحة من جهة أخرى، ونتيجة فرط استخدام القوة كان في كثير من موجات النزوح الكبيرة اللي إلى الآن مستمرة، وكان من أكبرها كما التهجير اللي حصل في منطقة الغوطة الشرقية. ثانياً رح نحكي عن المناطق المصدرة للوافدين، هي المناطق بشكل عام تسمت باللي المناطق اللي بدأت فيها الصراعات، كانت تبحث عن العدالة أو عن المطالب، لكن فيما بعد تطورت إلى حراك ونزاع انتهى بأن أصبح حرب دولية. التركيب الطائفي للوافدين والمستضيفين، هذه التحركات أو موجات النزوح اللي حدثنا عنها أدت إلى خلط مكونات المجتمع السوري وإحداث تغيير ديموغرافي غير قصري، على أساس أنه المهجرين هم من بحثوا عن هذه المناطق وأتوا بطوعهم واختيارهم، فهن ما أجبروا على اختيار المناطق ولكن أجبروا على ترك مناطقهم. إلا أنه دعم السكان الأصليين لهذه المناطق وتأمين الملجأ والمساعدة خاصة في المرحلة الأولى كان له دور كبير في احتواء النازحين أو المهجرين. التركيبة الطائفية للمناطق المدروسة، المنطقة السويدة هي معروفة بالغالبية الدرزية، لكن النازحين فيها كانوا متوزعين، الغالبية اللي هي أكثر من 80% هم من المهجرين اللي تهجروا من مناطقهم، لكن هم من الطائفة الدرزية وهم أصلا من منطقة السويدة.
في حين أنه ما يقارب 20% من المهاجرين هم من أبناء أخطأتهم، أكثر من 80% هم من المهاجرين من الطائفة السنية من محافظة درعا وريف دمشق، واللي أنا بفتخر أنه مسقط رأس والدي هو من درعا، في حين أن نسبة 20% من المهاجرين كانوا من أبناء المحافظة اللي موجودين بمحافظات أخرى، وتوزعت نسب المهجرين في منطقة السلمية اللي هي ذات الغالبية الإسماعيلية ما يقارب 50% أو 48% من أبناء المنطقة الإسماعيليين اللي كانوا موجودين في محافظات أخرى أو حتى السنة اللي هن من السلمية، في حين 41 أو 50% من 41.9% من المهجرين من السنة، و10% كانوا من مهاجري الطائفة العلوية. هون لابد من الإشارة أن منطقة السلمية في بداية الأحداث استقبلت الكثير من مهاجري مدينة حما، لكن الأوضاع في حما لا يعني سرعان ما صار استتب الأمن والاستقرار وعادوا المهاجرين إلى مناطقهم. التركيبة الأسرية للعائلات المهجرة. هلأ الميزة اللي كانت جدا وهي ميزة ما هي ميزة إيجابية بالطبع، ولكن هي السمة اللي كانت اللي توجد في جميع المجتمعات اللي بتتعرض للهجرة القسرية ولا الحروب، إنه صار في تشتت بين أفراد العائلة الواحدة، فهذا الصراع المستمر أثر في تركيبة الأسرة السورية. فينا نتكلم عن جانب كيف انه الكثير من الاشخاص الكبار بالعمر لم يرضوا بان يتركوا مناطقهم الاصليه او يهاجروا، ويعني ابوا الا انه يضلوا في مناطقهم، في حين بعض الاسر ايضا اللي بتحتوي ذكور بفئه عمريه معينه اضطرت انه تهاجر ايضا وتترك الشباب شبابها في مناطقها الاصليه، او انه تعيلها تلاقي لها الفرصه المناسبه لحتى تهاجر خارج سوريا. بشكل عام اكثر من ثلث الاسر في العينه المدروسه هن أسر تركوا شخص على الأقل في مناطقهم الأصلية. اللافت في النظر في هذا الموضوع اللي أنا بحب أني ركز عليه أيضا، أنه 20% من الأسر أصبحت تعيلها نساء لأسباب عديدة، ممكن الزوج توفى أو فقد أو لعدم قدرته على إعالة أسرته، أو أنه هو بقي في منطقته الأم والأسرة الأم والأولاد هاجروا إلى مناطق أكثر أمن، وهذا حمل المرأة دور جدا مهم وأثقل من عاتقها، يعني خاصة أنه هي رح نتكلم فيما بعد أكثر عن هذا المجال، خاصة أنه النساء الريفيات كانوا غير مؤهلين لهذا دور نوعا ما، ورح نتكلم عن هذا بالتفصيل. التحديات الاقتصادية والاجتماعية. أول شيء نتحدث عنه الوضع المالي للأسر والخط الفقر، فهي كان غالبية الأسر في سوريا الأسر المهجرة يعني وضعهم المالي جدا هش، فإذا بدنا نعتبر خط الفقر هو 1.90 دولار للفرد في اليوم على اعتبار متوسط حجم الأسرة في المعينة المدروسة 5 أفراد، فنجد أنه 90% من الأسر المدروسة هي أسر فقيرة. والجدير بالذكر أنه جميع الأسر التي تقودها نساء اللي نحن تكلمنا أنه 20% من هيدا الأسر تقع تحت خط الفقر المدقع واللي هو 1 دولار باليوم للأسرة للفرد بالأسرة. فبالتالي كغالبية بالنسبة غالبية العينة المدروسة فإن هناك أكثر من ثلث العينة يقعون في حالة حرجة جدا بحاجة لتدخلات سريعة على جميع المستويات. بالنسبة لمصادر الدخل في كتير أشخاص وعائلات فقدت مصادر دخلها أو ممتلكاتها أو الموارد اللي ممكن تحصل على دخل، وهذا الشيء أدى إلى هشاشة وضعها أكثر وأكثر، وكان التهجير هو المدمر الرئيسي
مصادر واقتصاد الأسرة بشكل عام. أيضا تغيير الأدوار الجندرية وتبعاتها، فمثل ما تحدثنا أنه 20% من الأسر أصبحت تعيلها نساء، في الوقت اللي في 65% من أرباب الأسر أصبحوا عاطلين عن العمل لأسباب عدة، فهذا الشيء فرض على المرأة دخولها ميدان العمل، وبالرغم انه هي عدم امتلاكها في الكثير من الاحيان عدم امتلاكها للخبرات والمؤهلات اللازمة، خاصة في المناطق الريفية. المرأة حتى ما قبل الحرب بتلاقيها انه هي ممكن تعمل بمجالات الصناعة، مجالات الزراعة، لكن هي لا تقدر او هي غير قادرة على الاحتكاك مع التجار والسوق ودخول السوق، لأنه هذا حكر على الرجل. حتى هي العمل اللي بتقوم فيه وبتنشئه وبتعمل كافة الخطوات فيه، في الأخير اللي عملية التسويق هي من مهمة الرجل. هذا شيء أدى لكتير خلل بالعملية، وأدى لضعف المدخول لهالأسر اللي بتعيلها نساء. في أيضا كان في مشكلة السكن، يعني الأجارات السكن كانت جدا مرتفعة في سوريا، وهالوضع الهش لهالمهجرين لا يسمح لهم بأنه يلاقوا سكن مناسب. فرغم أنه يعني 50% من المهجرين كانوا عم يستأجروا منازل نوعا ما جيدة، لكن في نسب كانت من هون عائلات يسكنون في غرفة واحدة في دور الإيواء، وفي بعض العائلات تقنط في مساكن قيد الإنشاء، يعني هي غير قابلة للسكن. الوضع النفسي تم اعتماد مؤشر أو قياس من خلال 4 مؤشرات اعتمادها بوجود السعادة أو التفاؤل أو التغيير في السلوك وكيفية التعامل مع المشكلات وحلها. فهذه باعتماد هاي المؤشرات وجد أنه تقريبا جميع أفراد العينة يعني الوضع النفسي هو غير جيد، لكن إذا بدنا نقارن بين الوضع النفسي للأفراد العائلات اللي بتعيلها نساء وأفراد العائلات اللي بيعيلها رجال، بنلاقي إنه 30% من أفراد الأسر اللي بتعيلها النساء تعاني من وضع جدا سيء، مقارنة 5% فقط من الأسر اللي بتعيلها رجال. هذا الشيء كله أكيد أثر على العلاقات الاجتماعية بشكل عام. أوكي دقيقتين. إذن أوكي رح ركز على التعليم أكثر. هلأ العلاقات الاجتماعية أثرت، وخاصة أنه الأوضاع الاقتصادية والتعليمية اللي حزت بأنه كثير من الأطفال يتركوا أو ينقطعوا عن المدارس والتعليم، أصبح الأطفال عندهم نوع شيء من التمرد أو التنمر على الأسر. هذا الشيء نوجد أيضا فينا نذكره أكثر بالتعليم، فهي من أولى القضايا اللي هلأ يجب الاهتمام فيها، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا وحلها بالسريع العاجل. ففي العينة كان تقريبا 5 الأطفال اللي عمرهم من 16 لـ 14 عاما، من 6 لـ 14 عاما، وهي في منهم 19% هن منقطعين تماما عن الدراسة. وفي نسبة 36% بنلاحظ انه في اشخاص هن منقطعين عن الدراسة بسبب عدم تأمين المستلزمات وعدم قدرة الاهل على تأمين مستلزمات التدريس ونزوح الاطفال وعدم توفر مدارس مناسبة. بناء هلا على مجموع على المجموعات البؤرية والنقاشات والمقابلات الشخصية، قمنا بتحليل اقتصادي قياسي لحتى نعرف شو هو الحل للتخفيف من حدة الفقر. فكان بالعينة 25% من العينة هم حاصلين على قروض من المنظمات التنموية اللي ساهمت في تخفيف حدة الفقر بحوالي 24%، وهون هذا مؤشر جدا مهم لأهمية مشاريع التنمية الإقراض الصغير في تحسين التحصيل المستوى المعيشي للأفراد.
الآن إذا نحن رح نحكي عن على عجل على رصد الحاجات والمصادر لهالفئة هاي، فأثناء المقابلة وجدنا كثير من العينة المدروسة عندهم تساوى احتمال بقائهم في المنطقة المضيفة مع العودة لمناطقهم الأصلية لأسباب عديدة، لكن من خلال المسح الحقلي اللي عملناه تبين هناك بعض العوامل اللي ممكن تأمينها أو وتوفرها لحتى يا إما يبقوا في هذه المناطق المضيفة يا إما يعودوا لمناطقهم الأصلية. على سبيل المثال رصد الحاجات والمصادر للبقاء في المناطق المضيفة هن بحاجة ليكون عندهم عمل مهم وخلق فرص عمل خاصة للنساء، إنه يكون عندهم مشاريع صغيرة، هذا جدا كتير مهم، والشيء اللي بيخليهم يبقوا هناك بالنسبة لهم هو الأشياء اللي كتير مهمة إنه توفر لهم الأمن والأمان والمدارس. بالنسبة ليعودوا للمناطق الأصلية فهن بحاجة أكيد لتفعيل طبعا بعد الأمن، عودة الأمن والأمان لهذه المناطق. كأنه ما أوكي للعودة للمناطقهم الأصلية فهن بحاجة لتوفير الأمن والأمان في هذه المناطق، وبنفس الوقت يكون تثبيت ملكياتهم لعقاراتهم وبيوتهم إن كانت لساتها موجودة وترميمها في حال خرابها. يعني عودتهم لازم يكون من مكان مقبول، خلينا نقول لمكان جيد، مو معقول يرجعوا والمناطق هي لساتها على الوضع الحالي والدمار والخراب اللي هي فيها. برجع بأكد النقاط المهمة جدا لإلي في هذا من خلال هذه الدراسة. أولا هي بنستفيد منها في مرحلة الحرب هي الاستثمار في رأس المال البشري وخلق موارد بشرية فعالة من خلال التعليم، خاصة للأطفال من عمر 6-14 سنة، وتدريب وبناء القدرات الفئات الفتية وخاصة النساء مع التمكين والدعم النفسي. ربط التدريب مع مشاريع الإقراض الصغير وخاصة للنساء اللي بتعيل أسر بما يتناسب العادات المجتمعية للمقترضين، واستراتيجية طبعا محددة تتناسب المرحلة الراهنة، مرحلة الحرب مرحلة ما بعد الحرب. أما في البعد السياسي فلا بد من التنويه إنه حالة التعايش والاندماج بين مختلف الطوائف في منطقة الدراسة بتأكد إنه الحرب في سوريا هو ليست بحرب طائفية ولكن أدواتها طائفية، فأطراف النزاع تبنت النهج والخطاب الطائفي للوصول أو للاستمرار في السلطة وتحقيق مكاسبها السياسية الضيقة دون أي مراعاة للمدنيين وحقوقهم الإنسانية في عيش كريم آمن. شكرا. رح نعطي الكلمة للدكتور سامر بكور ليعرض لنا تجربة فعلا هي فريدة ومتميزة بسوريا وحالة نادرة يعني يجب الوقوف عندها، هي حالة إدلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بحب أتشكر المركز العربي على إتاحة هاي الفرصة لأن من أجل إثارة هاي القضية الحساسة بالنسبة لأن ثاني شيء فعليا بتشكر المركز العربي على هالاستضافة الكريمة وملاحقة أمورنا حتى وصلنا لقطر. بصراحة موضوع إدلب هو موضوع حساس، وخاصة أني أنا ابن محافظة إدلب، وخاصة أني كمان عملت مقابلات ميدانية مع أناس موجودين في إدلب وأهلي وكل أصدقائي موجودين في إدلب، فلذلك العمل كان نوعي ميداني. اخترت الاسم أول شيء سوريا الصغرى لأني أنتم بتعرفوا موجة النزوح اللي صارت من كافة المحافظات الأخرى إلى محافظة إدلب، يعني أصبحت إدلب الآن بصراحة هي سوريا الصغرى اللي
أني كل فرد من المحافظات السورية الآن أصبح في محافظة إدلب، وإن شاء الله طبعاً بتعود سوريا ككل. يعني يسعى هذا البحث إلى تعريف مصطلح النزوح الطائفي وتطبيقه على الصراع في محافظة إدلب، إذ تمثل إدلب كما نعلم بيئة حاضنة وإطار مثالي لكافة القوى والفصائل الإسلامية الجهادية المسلحة الموجودة في إدلب. إدلب كانت تتميز بنسيج وتكوين اجتماعي مثالي، ولكن للأسف الشديد بعد عمليات النزوح التي حصلت إلى محافظة إدلب، وسوف أتكلم عن النزوح الداخلي ضمن محافظة إدلب وليست عمليات النزوح التي انتقلت من كافة من باقي المحافظات إلى مدينة إدلب، هذا النسيج الاجتماعي والتكوين المثالي لمحافظة إدلب قبل عام 2011 للأسف أصبح مجزأ، أصبح مقطع. الدكتور عزمي بشارة، وهنا سأقتبس، أشار في إحدى دراساته عن الطائفية بأنه يجب تحرير الدولة من سلطة الدولة، وبالتالي يجب تحرير الدين من سلطة الدولة، وهنا انتهى الاقتباس. عطفاً على كلامي في محافظة إدلب، يجب تحرير إدلب من الطائفية السياسية، وخاصة بعد سيطرة المعارضة الإسلامية الراديكالية محافظة إدلب، لأن للأسف لأن الذين استخدموا الدولة ضد المواطنة، وهنا أقصد نظام الحزب قبل عام 2011 والفصائل الإسلامية التي حكمت إدلب بين عام 2011 حتى عام 2015، هؤلاء استخدموا الدولة ضد المواطنة، ولكن بالوقت نفسه بعد عام 2015 هؤلاء استخدموا الدين ضد المواطنة، أقصد هيئة تحرير الشام بمسماها الحالي. في إطار هذا الفهم للطائفية، باعتبارها ناتجة عن التفاعلات والصراعات بين القوى والفصائل المختلفة، أستطيع أن أفسر بأن الصراع في محافظة إدلب لم يكن صراع سني شيعي فقط، ولكن أصبح أيضاً وخاصة بعد سيطرة الفصائل الإسلامية أصبح صراع بين نخبة حاكمة قوى ومجتمعات مهمشة، مجتمعات الريف. لقد عملت التحالفات والصراعات بين القوى المختلفة على تغذية هذا الانقسام الطائفي، كما تفاقم بسبب الاستخدام السياسي للدين في محافظة إدلب ودخول رجال الدين في السياسة اليومية. تسعى هذه الورقة جاهدة إلى إبراز النتائج السياسية والاجتماعية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، والتي أدت بنهاية المطاف إلى نزوح داخلي ضمن المحافظة، وبالتالي التعرف على أنشطة وتحليل أدوارها وأدوار القوى الإسلامية التي اتبعتها مع الأقليات إن كانت إثنية أو كانت دينية، وبالوقت نفسه التعرف إلى دور القوى الإقليمية ودور القوى الدولية في استخدام عملية النزوح هذه كأيديولوجية لهم. بالوقت نفسه سندرس في هذه الورقة الأثر الإيديولوجي للفصائل الإسلامية وتغير أدوات السياسية باستخدام بالتحول من القوة الناعمة إلى القوة الخشنة. كان لزاماً على الباحث، باعتبار أني بدي أحكي أنا عن الطائفية السياسية وأثرها على النزوح، أني أحكي ولو بشكل بسيط يعني عن تكون الطائفية السياسية في محافظة إدلب قبل النظام وبعد النظام وخلال سيطرة الجيش السوري الحر أو الجبهة السورية حتى عام 2015، وتفرغ هذا الأمر إلى هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب بعد عام 2015. الآن سوف أتكلم عن أثر الطائفية السياسية في إدلب، إدلب الفصل الأخير من الحرب الأهلية السورية. طبعاً بعد استتباب الأمن للنظام في محافظة دمشق وإعادة تحرير المحافظة الاقتصادية لسوريا التي هي حلب، لم يبقى لهذه الحرب المأساوية إلا مدينة إدلب. وكلنا يعلم كيف أن النظام في بداية عام 2018 بدأ حملته الهمجية على محافظة إدلب بتحرير أو إعادة تحرير على حد زعمه
بعض القرى، واستكمل هذه العمليات في عام 2018، وهذا هو موضوع بحثي. التلاعب الطائفي السياسي في إدلب وفر سياسة النظام التي ركزت على الهوية إطاراً عاماً للسياسة المعاصرة التي تعتمد على الدين، المذهب والعرق. ولا بد من الإشارة هنا بأن حزب البعث قبل 2011 عمل على مزج العروبة بالإسلام، وذلك على حد زعمه من أجل تطوير مفهوم الأمة العربية، واعتمد في ذلك بشكل كبير على المشايخ الموجودين في الذين أصبحوا موجودين في الصف الأمامي بالنسبة للنظام. حقيقة إن الظهور الطائفية في محافظة إدلب هو ابتكار جديد. في جزء من البلاد كان يتميز بهذا التنوع الاجتماعي، ولكن هذا الصراع بين الفصائل الذي خلف النزوح ضمن محافظة إدلب أعاد هذا التشكيل الاجتماعي والطبقة المتراكبة ضمن محافظة إدلب على أساس من الإقصاء والتهميش. وقد سعى بشار الأسد مسبقا إلى التكيف مع نمو الجماعات الإسلامية المتطرفة، وذلك عن طريق سياسة الاستقطاب التي نفذها والده من قبل مع الإخوان المسلمين، واستتبع هذا بشار الأسد بسياسته بدعم الأغلبية السنية. هذه الأغلبية السنية كما سأتحدث فيها لاحقا خصصت لجماعة محددة اللي هي مثلا الإخوان الصوفيين، وسوف أتحدث فيها عنها في وقت لاحق. حقيقة الطائفية السياسية، هنا سؤالا يسأل، الطائفية السياسية هل هي مهمة لدراسة النزوح في محافظة إدلب؟ نعم إنها مهمة، لأنها ترتكز على المجتمع الذي هو مرتكز بالأصل على نظريات وإيديولوجيات المعارضة الإسلامية المسيطرة. فهذه الطوائف السياسية بالفعل أنتجت طوائف متخيلة بالنسبة لنا في محافظة إدلب. لقد واجهت إدلب صراعات بين الفصائل السياسية، حيث سعى كل منها إلى إنشاء كيان طائفي. هذا الكيان الطائفي له حدود جغرافية محدد بإيديولوجية، ومن أجل الدخول إلى قلب هذه الإيديولوجية يجب أن تكون دائم العضوية. في إدلب تتميز التيارات الإسلامية بتفسيرات مختلفة لكلمة المواطنة، وقد عملت الفصائل الإسلامية على جذب الشباب الإسلاميين وبيئة الفقراء والمهمشين في هذه المدينة. الهوية في إدلب أصبحت إن كانت وطنية أو قومية أو دينية، للأسف أصبحت أهداف للفصائل الإسلامية المسلحة. هنا سأنتقل إلى عمليات النزوح التي حصلت للأقليات. عندما أتحدث عن الأقليات فهنا أتكلم عن الأقليات الإثنية وأتكلم عن الأقليات الدينية، وسوف أبدأ بالطبقات أو العائلات المسيحية التي كانت موجودة في محافظة إدلب. إدلب كانت تضم العديد من العوائل المسيحية الذين كانوا يمتازون بكافة الحقوق، ولكن للأسف العسكرة والخطاب السلفي للفصائل الإسلامية المسلحة أجبرت هذه الأقليات أن تبقى ضمن خيارين، إما أن تكون صامتة أو النزوح. بعد سقوط مدينة إدلب في أيدي مختلف الجماعات المسلحة، تعرضت إدلب لحملة لن أقول عنها ممنهجة من النهب ومصادرة الممتلكات لهؤلاء العوائل المسيحية، ولكن سوف أقول بأقل شيء تعرضت بعض الممتلكات العامة والخاصة للمسيحيين للنهب. وقد أعطت هذه الأحداث انطباعا للمسيحيين بأن إدلب لم تصبح ولن تصبح آمنة، فلذلك طلب هؤلاء المسيحيين من البطريركات والكنائس الموجودة في مدينتي اللاذقية وطرطوس بالسماح لهم بالهجرة لهم، أو النزوح الداخلي ضمن المحافظات، أو النزوح إلى جيوب ضمن محافظة إدلب لا تسيطر عليها هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة فيما سبق. وبالفعل كانت الموجة الأولى لنزوح العائلات المسيحية نتيجة عدم الأمان والمضايقات في قلب مدينة إدلب.
في تطور بقيت بعض العائلات المسيحية الموجودة في محافظة إدلب على أساس أن يتحسن هذا الوضع مستقبلا، ولكن هذا للأسف لم يكن بسبب قيام جبهة فتح الشام بمسماها الوسطي ثم هيئة تحرير الشام بحملة من الإجراءات المكثفة التي استهدفت المسيحيين. هذه الإجراءات كان من شأنها مصادرة أملاكهم، إلغاء الضمانات الممنوحة لهم من قبل الهيئة. إلغاء الضمانات لهم من قبل الهيئة تعني النزوح القسري ضمن المحافظة، أي أنني لن أستطيع أن أضمن وجودك في مدينة إدلب مرة أخرى. فحتى فهنا وقعوا أمام خيار واحد، النزوح، النزوح إلى أراضي النظام، النزوح إلى أراضي الدول الإقليمية مثل تركيا. الموجة الثانية للمسيحيين اعتبرها أنا برأيي أنه عندما أصدرت حكومة الإنقاذ في هيئة تحرير الشام قرار خطير جدا، بأن أصدرت بأن ما تبقى من أملاك المسيحيين أو المسيحيين الموجودين في محافظة إدلب هم ممتلكات حرب. فهنا أعطت هيئة الشام لنفسها excuse، ذريعة بأنني أصبحت الوصي الشرعي على المسيحيين. فلذلك أجبر هؤلاء المسيحيين في الموجة الثانية من النزوح الداخلي أو الهجرة الخارجية إلى الأراضي المجاورة. وما حصل في جسر الشغور أثناء سيطرة الحزب التركستاني وجند حراس الدين عندما قاموا بقتل عوائل كثيرة والعائلة والحادثة التي حصلت بقتل الإمرأة ما كانت إلا دليل من هيئة تحرير الشام باعتبارها المسيطرة على أن المسيحيين لم يعد لهم أي مكان في هذه المحافظة. من الطبع وبالأكيد هذا الأمر قد استغل من قبل نظام الأسد وأطلق سباق الاستثمار الإقليمي أو الدولي لحماية هذه الأقليات. فكان تصريح ألكسندر إيفانوف في المتحدث الرسمي في قاعة حمامين بأننا نقصف مدينة إدلب وخاصة جسر الشغور لأن المسيحيين لم يعودوا آمنين بالمرتبة الأولى، ولأن جند حراس الدين والحزب التركستاني كانوا قد أقاموا حصار على القرية المسيحية أو المدينة المسيحية الموجودة في محافظة حماة ألا وهي حماة. هذه هي موجز عن الأقليات، عن نزوح الأقليات المسيحية الذين هم في محافظة إدلب. لم سؤال أنه هل يوجد مسيحيين الآن في محافظة إدلب؟ حتى ولو يوجد فهو بشكل بسيط جدا جدا، لأن هذه الجيوب التي هي تحت سيطرة الهيئات الأخرى قد انتهت في محافظة إدلب بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظة بعد 2019. الشيء الثاني الذي سوف أتحدث عنه هو عن الدروز. الدروز وضعهم كان مختلف تماما عن وضع المسيحيين في محافظة إدلب. لقد امتاز الأبناء والإخوة الدروز أبناء الطائفة الدرزية في محافظة إدلب والذين اتخذوا من جبل السماق مركزا لهم بأنهم من بداية الثورة في عام 2011 كانوا إلى جانب الثوار، حتى أن بيوتهم تحولت إلى مراكز إيواء للمعارضين في محافظة إدلب. لذلك جيش السور الحر في بداية عام 2011-2012 لم يسعى إلى نقل هذه المعركة إلى جبل السماق أو إلى منطقة قلب لوزي، لأن هذه المناطق أصبحت تضم نازحين من الجيش السور الحر الذين هجروا من مناطقهم الأخرى. فلذلك كان موقف الجيش السوري الحر باتجاه الأقليات الدروز كان متسامح جدا. هذا الأمر اختلف كثيرا بسيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام في بداية عام 2013 على جبل السماق. للأسف الشديد في بداية الفترة الأولى، والحق يقال في بداية الفترة الأولى، الأمراء الدولة الإسلامية، ولأن الطائفة الدرزية لم ينضموا إلى النظام فقد عملوهم بتسامح، ولكن هذه السياسة استمرت لمدة 4 أو 5 أشهر ليطلبوا منهم حدث خطير. لذلك لتبدأ الموجة الأولى من نزوح أبناء الطائفة الدرزية، أطلبوا منهم أولا بتحويل مآذن أو مساجد الخلوات أو ببناء قبب لتتحول إلى مساجد شرعية. طلبوا منهم
ممارسات إسلامية كحف الشارب، كالمطالبة بالصلوات، وطلبوا منهم شيء آخر وهو أيضا حضور مجالس الفقه والعقيدة. يعني هنا شر البلية ما يضحك. يعني عندي كان رفقات أنا بكلية الشريعة، وقت توصل المحاضرة للفقه والعقيدة كانوا يهربوا. فكيف أنتم يعني بدكم تفرضوا على ناس من طائفة درزية أن يحضروا محاضرات للفقه والعقيدة؟ الموجة الثالثة للدروز في السويداء أعتقد بدأت من الطلبات الغريبة. الطلبات الغريبة، وكلنا يعلم بأن أبناء الطائفة الدرزية لا يقبلون الزواج من أبناء غير الطائفة الدرزية، فأرادوا الزواج من هؤلاء. هذه الدولة الإسلامية لم تطل بقاء في هناك، طبعا موضوع يطول ويطول، لتبدأ الجبهة الإسلامية بالسيطرة على هذه المنطقة، ولم تطل إلا لمدة 4 أشهر لتسيطر حدث مفصلي، ألا وهو سيطرة الحزب التركستاني على منطقة الدروز في جبل السماق. سيطرة الإيغور الممثل بالحزب التركستاني على هذه المنطقة كان حدثا مفصليا، ليس بسبب وجودهم مادي في هذه المنطقة، لا بالعكس تماما، هم لم يضروا، ولكنهم اتخذوا هذه المنطقة حصنا لهم، وبالتالي اضطر أبناء الطائفة الدرزية إلى النزوح إلى جيوب أخرى. من هذه الجيوب كانت مدينة سلقيم، بالإضافة إلى مدينة أخرى معروفة أو بلد إبراهيم هنانة، وهي مدينة كفر تخاريم. هذه الموجة الثانية التي أدت للنزوح لأبناء الطائفة الدرزية. الحدث الثالث هو مصادرة أو الموجة الثالثة لنزوح الطائفة الدرزية هو بقرار هيئة تحرير الشام بمصادرة بعض الممتلكات، بالإضافة لعمليات القتل. بدي أحكي إن شاء الله عن الشيعة بس بشكل مسهب كتير كتير، يعني طار الوقت. يا صدقة جارية، يا أنا من أدلب، يعني أستحق. فالشيعة، بدي أحكي عن الشيعة بشكل بسيط. تأثير إيران للأسف الشديد في إدلب كان فعال جدا عن طريق المقاتلين والمرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى انتشار القوات والأسلحة الحديثة. أصبحت مدينة إدلب مرتع أو موطن للأقليات والميليشيات الشيعية، الحرس الثوري الإيراني، توجت بحزب الله السوري في مدينة الفوعة. كل هذه الأمور يعني أدت إلى نزوح أو إلى اتفاقية نقل الشيعة. وبالفعل أريد أن أقول شيء مهم كثير كثير، أنه لم في عام 2018 كان النقل للشيعة في عام 2018، ولكن أستطيع القول وبناء على مقابلات شخصية قمت بها بنفسي بأن أن الحدث الأساسي لتهجير الشيعة كان من هؤلاء القريتين من الكفرية والفوعة. حدث السيطرة أو سيطرة حزب الله اللبناني على الزبداني ودخوله منطقة القصير كان بمثابة استفزاز لأحداث دينية وتحريك للسلفية في محافظة إدلب. بشكل سريع جدا، تحدثت عن نزوح الصوفية وخيار النائب النفس، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين ونزوحهم الدائم في محافظة إدلب. أيضا تحدثت عن مهمة الجيش السوري الحر وكيف أنهيت مهمته بالتتالي، بالإضافة إلى أحرار الشام والنزوح المتواصل حتى عام، وتوج هذا الأمر في عام 2019. هيئة تحرير الشام وهو بيت الفرس، يعني مربط الفرس، يعني هيئة تحرير الشام هي الأساس في النزوح القوى والطوائف في محافظة إدلب. دور الدول الإقليمية كتركيا، السعودية، قطر في عمليات النزوح أو الاعتماد على العمل الإيديولوجي في النزوح، بالإضافة إلى الدور الروسي والدور الأمريكي في استخدام العمل الإيديولوجي في النزوح ضمن محافظة إدلب. إدلب سوريا الصغرى، حيث لا يوجد مكان آخر للذهاب إليه. نأمل أن تكون الخاتمة لإدلب أن لا تكون حرب مأساوية، نأمل أن تكون عن طريق مفاوضات نزوح عودة اللاجئين من المناطق من الدول الأخرى، أو عودة النازحين من مناطقهم المهجرين إلى المناطق. وأسف جدا جدا على
شكرا لك. مايك. مرحبا جميعا. يعني بداية الدكتور علي ذكر الأرقام وأنا بستعيد بسترجعها بسرعة. تقريبا بحسب الأرقام 6.7 مليون لاجئ، 6.1 مليون نازح مهجر داخلي، نازح مهجر داخليا خلال النصف الأول من عام 2019 كان تقريبا 800 ألف مهجر، بعد عملية تركيا في تقريبا في 200 ألف، وما تزال عملية التهجير أو النزوح الداخلي عملية مستمرة. إذا بناخذ هاي الأرقام تقريبا مع الأرقام غير المسجلة للاجئين السوريين، وإذا احتسبنا تقريبا ما عدد المغتربين ما قبل الحرب اللي يقدروا تقريبا 3 مليون مغترب، بنشوف بنوصل تقريبا ل 15 مليون مقارنة ب 23 مليون أو 24 مليون لعدد سكان سوريا من قبل الثورة الحرب. مشان نشوف بشكل أو بآخر الخلل بالتركيبة السكانية اللي حصل خلال هاي التسع سنوات. مشان هيك أنا استخدمت مصطلح شعب من اللاجئين. حقيقة هي هذا المصطلح مش هو صيغة مبالغة لتوصيف الكارثة، هذا قد يصح إطار نظري، وهذا المصطلح تم استخدامه لأول مرة في كتاب برهان غليون بيان من أجل الديمقراطية في عام 1976. برهان مايز بين نوعين من الاحتلالين كمعيقين للديمقراطية العربية، هو الاحتلال الخارجي والنخبة الداخلية، النخبة الداخلية اللي سماها احتلال داخلي. مصطلح الاحتلال الداخلي بحسب توصيف برهان غليون من هذيك الفترة كان انه حول الشعب إلا شعب من اللاجئين ولكن من دون خيام، بحيث أن يكون في غياب المواطنة والديمقراطية أي مواطن عربي حتى لو كان في دولته هو مشروع لاجئ. على هذا الأساس نشأت في أوساط اليسار نظرية الصفر الاستعماري، بأنه الاستعمار أوصلنا تحت الصفر الأنظمة لمرحلة الصفر، الأنظمة القائمة وصلتنا لمرحلة ما تحت الصفر، والنقاش حوله، وجت الثورة السورية بشكل أو بآخر لتبرهن هذا الخيار. يعني ليس العديد من الكتاب والباحثين منهم الدكتور عزمي في كتابه وصف النظام بأنه تعامل مع شعبه بمنطق الاحتلال، وبالتالي بشكل أو بآخر هون ضاعت الحدود الفاصلة بين اللجوء وبين النزوح، لأنه بعد إغلاق سياسة الباب المفتوح أصبح هناك زيادة في عدد النزوح، لكن كل النازحين السوريين في حال لو كانت الحدود مفتوحة هم لاجئين. على هذا الأساس أنا ورقتي بشكل أو بآخر عم تحاول يعني تقديم إطار مختلف عن الإطار السائد حاليا في الإغال في أنسنة دراسات الهجرة، بالتركيز على النتائج، يعني على الاستجابة وطريقة اللاجئين، مدى مساهمتهم في الاقتصاد إيجابي أم سلبي، وأنجزتها من NGOs. يعني أيضا كمان تحاول بشكل أو بآخر ضبط تفسير العامل الطائفي لكل شيء، وهي نزعة سائدة بشكل كبير يعني في الأدبيات حول الهجرة، ومن خلال تبسيطها إما ببعد إنساني سكن تعليم وما إلى ذلك واستجابة، أو ببعد طائفي سني شيعة بيتقاتلوا مع بعض بيهجروا بعض بيرافقوا بعض. أنا برأيي بشكل أو بآخر نحن بحاجة لعدم إغفال السياق، بالتالي أنا كانت ورقتي هي محاولة مرحلة أو تأريخ وتوثيق الهجرة السورية زمنيا مع التركيز على السياق، وبعدين معرفت خصائص كل مرحلة. يعني على سبيل المثال رقم بسيط، حتى بداية عام 2014 كان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في أوروبا 50، بنهاية العام صار 800 ألف تقريبا. كيف بدك تفسر هذا الرقم هيك صعود شرب بدون مرحلته وتوثيقها بإطار زماني معين وفهمها ضمن سياقها؟ كل تقديمات أو كل المساهمات قد تبدو قاصرة. على هذا الأساس يعني أنا قسمتهم لمراحل. المرحلة الأولى هي لجوء دون خيام سميتها، بعد الخيار القمع للنظام
كان هناك خاصة بعد نشوء العمليات العسكرية في درعا وفي صارت مجموعة من اللاجئين، وأنا سميته هون لجوء وقاية واستباقي. هون كان النزوح هو الطاغي بسبب أنه النظام لم يكن يسيطر بشكل أبخع كامل على الأرياف، بالتالي كان هناك متسع للنزوح والابتعاد عن العمليات العسكرية. في هاي خلال هاي المرحلة وخاصة في عام 2011 نجحت ظاهرة المدن الحدودية. المدن الحدودية كانت مثل مدينة الرمثة في الأردن، مثل مدينة أنطاكيا، وكانت الاستجابة هي استجابة قرابية عشائرية، وبالتالي لم يكن هناك، كان هناك بعض تضامن كبير مع الثورة السورية، وهذا منع بشكل أو بآخر نشوء المخيمات. لأنه أنا بزيارة رحت على الرمسة 2000 كان هناك مراكز إيواء، كان هناك ناس راغبة في إيواء اللاجئين، لكن مع ازدياد الأعداد بشكل أو بآخر بدأت المرحلة باتجاه بإنشاء مخيمات جديدة. الموجة الأولى للجوء للخارج هي صارت بشكل أو بآخر بعد حادث جسر الشغور، وهي أول ما أعلنت مرحلة العسكرة في سوريا. هناك يعني تم مهاجمة بعد مزرعة راح فيها 40 شخص، تم مهاجمة فرع الأمن العسكري وأدى أيضا لمزرعة مقابلة. هاي المزرعة بشكل أو بآخر أطلقت عملية النظام السوري سماها آنذاك أم المعارك باتجاه ونشأ ظاهرة الضباط الأحرار أو الضباط المنشقين. أنا ذاك جسر الشغور اللي بفهم تركيبته بسياق الصراع مع الأخوة بالثمانينات مع الإخوان، كانت في عملية إفراغ كامل للمدينة اللي هي 10,000 لاجئ، وثم إرسالهم لتركيا، الخوف من تكرار نموذج حماة أو تكرار الثمانينات. هنا بدأت موجة اللجوء، لكن هذا اللجوء أغلب اللاجئين من جسر الشغور عادوا. تقريبا مع ظهور ظاهرة المدن المحررة، طبعا المدن المحررة كانت ايضا وبال، بمعنى انه هي كانت محررة ايضا من سكانها نتيجة انه دخول سلاح الطيران. النظام بدأ من مرحلة بعد بابا عمرو استخدام الطيران المروحي، بعد معركة حلب استخدم الطيران العمودي، وبالتالي النظام كان هو السبب الاكبر بالموجه ل دفع الناس باتجاه اللجوء. هناك يعني هون كان في عندك بلدين رئيسيين احتلوا فيما يتعلق بلجوء الفقراء، الطبقة الفقيرة. طبعا هي كلها هي ملاحظات أولية من الشهادات بشكل عام، انه اغلب اللاجئين اللي راحوا خاصة بعد تأسيس الزعتري وايضا اللي دخلوا على المخيمات كانوا من الطبقة الفقيرة، لانهم بحاجة للمساعدات الانسانية اللي بيقدمها الناس. بالمقابل مثل لبنان يعني واجهة للعمالة، لبنان كان هو محط للعمالة السورية وزادت بعد الثورة ايضا، وايضا مثقفي الطبقة الوسطى المعارضين الى حد ما داخل نزحوا الى لبنان في هاي المرحلة من منتصف عام 2012 و2013. ايضا مصر، هلا مصر في بفترة مورسي كانت جاذبة للسوريين، خاصة أنا سميته هذا لجوء طوعي، إعادة اكتشاف مصر. يعني مجموعة من رؤوس الأعمال والحرف التقليدية والصنايعين السوريين وجدوا أنه أحداث الثورة قد تضر بمصالحهم أو تحدث بعض الاضطرابات، فانتقلوا إلى مصر سوق جديد وثقافة سورية، يعني ثقافة مشتركة. كل هاي المرحلة حتى عام 2013 كان اللجوء عدد اللاجئين كلياته كان أقل من 1 مليون. المعركة هون العامل الرئيسي في اللجوء، في إدخال مصطلح اللجوء لعقلية كل سوري، كان بهي المرحلة. هنا دخلت الفصائل العراقية وأصبحت تحيط بدمشق كما تحيط بالسوار بالمعصم، وهي كان خط الدفاع الأول. دخول حزب الله أعلن بأنه يدخل لحماية 3 قرى كانت مكونة من 15 إلى 20 عائلة عدد سكانها 100 نسمة. انتهى تدخل حزب الله في العام الأول لتدخله بمليون لاجئ سوري في لبنان، من أجل إنقاذ كما يقول رواية حزب الله، من أجل إنقاذ 100 شخص في 3 قرى شيعية أو على الحدود. انتهى التدخل بأنه كل مدن القصير والقلمون ويبرود وجيرود كلها تنتهت في الجرود اللبنانية. أيضا اللجوء بعد استخدام السلاح الكيماوي والصفقة التي أجراها أوباما مع الروس، الناس أيضا افتقدت، يعني كان صعب عليها انه لان استعمال السلاح الكيماوي يعني كارت بلانش للنظام انه يعمل اللي بده اياه، فهذا ايضا شجع الناس على اللجوء. ايضا حكوا مجموعه من الاخوه على انه الجهاديين وسيطروا وظهورهم والاسلامويين فيما يتعلق بتصرفاتهم تضييق على الناس وخاصه على المظهر، لكن
لكن هنا التركيز، الجهاديين والإسلاميين ساهموا في زيادة عدد النزوح، وجزء منه كان مرتبط، ليس مرتبط بالسلامة الشخصية بشكل كبير، ولكن نتيجة، وهذا حق للجاتم، النتيجة أنه الإيغال بتحديد شكل الحياة بخلاف اللي فرضته الميليشيات العراقية، واللي كانت بداية ارتكاب المجازر الحقيقية وعملية التمثيل بالآخر، التمثيل بالآخر القريب، هي التي فتحت الباب لعدد كبير من اللجوء. بهي المرحلة صار اللجوء تفكير، حتى ضمن المؤيدين للنظام صاروا يفكروا باللجوء. هنا الآن راحت باتجاه، نحن وصلنا للمرحلة الأخطر، وهي نحن بالسوريين كانوا دائما يفرضوا علينا أنه بس بدك تروح على أي بلد لازم يكون في عندك تذكرة ذهاب وعودة، والمطار بيسألوك على تذكرة العودة قبل تذكرة الذهاب أو الجوازك حتى، يعني المهم أنه ترجع ما تروح. فبهذيك الفترة ظهرت اللجوء لأوروبا، طبعا هي كانت أنا سميتها تذكرة ذهاب بدون عودة، لأنه خلال عام 2015 فجأة خلال نصف الأول، يعني أوروبا استقبلت تقريبا 1.1 مليون لاجئ، كان السوريين يشكلون 48% منهم، واستمر هذا التدفق بمعدل 28 ألف سوري أو طلب لجوء سوري شهريا خلال عام حتى مارس 2016، طبعا بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا والتي منعت أو أغلقت تدفق اللاجئين باتجاه أوروبا. بالنسبة للسوريين كانت ألمانيا هي المقصد الأول. بشكل عام ايضا يعني السوريين الموجودين في اوروبا هم اكيد من الطبقه الفقيره، لكن من تحمل عناء اللجوء وتكاليفه، كان اللجوء يكلف تقريبا من 5000 ل 6000 يورو، وبالتالي لم يكن الفقراء ضلوا بتركيا والاردن للاسف، في جزء منهم من الطبقه الوسطى والميسورين الى حد ما، وفي منهم الفقراء اللي اضطروا يبيعوا منازلهم راحوا باتجاه اوروبا، لكن لم يكن كل سوري قادر على الذهاب إلى أوروبا، وبالتالي كان في هناك هجرة كبيرة بشكل أو بآخر للطبقة الوسطى، وأيضا للأقليات نتيجة الاختيار، لأنه في دول كانت مثلا بسبب معاناة المسيحيين، معاناة بعض العلويين، معاناة بعض الشيعة، معاناة بعض الدروز، كانت يتم استقطابهم بشكل اختياري يعني سابق ومحدود ضمن برامج الهجرة الطوعية. العامل المفسر لهي المرحلة واللي زاد فيها عدد اللجوء كبيرة، أول شيء فشل مؤتمر جنيف، فكان يعني فشل مؤتمر جنيف في عام 2014 كان يعني انعدام الأمل بشكل أو بآخر بأي أفق للحل السياسي، أيضا تبلور أو ظهور الصراع الطائفي خاصة مع تدخل الميليشيات العراقية وإيران بشكل كبير، وظهور الجهاديين الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وما إلى ذلك، أيضا تشابك العامل الدولي مع أصرار روسيا بشكل كامل على دعم النظام وعدم السماح له، عدم السماح بأي إدانة، ايضا التركيز على مساله محاربه الارهاب دون حل المساله السوريه، وبالتالي ايضا هناك عوامل اسباب اخرى، مثلا على سبيل المثال المانيا كانت تقدم يعني في محفزات، المانيا لم تكن تشترط بصمه الدبلن للاجئين السوريين، ايضا هناك اسباب متعلقه باستنزاف مدخرات اللاجئين السوريين، يعني الناس اللي لجئت على اساس انه لجوء مؤقت انتهى بها الحال بعد 4 سنوات انه استنزفت كل مدخراتها، بالتالي كان لازم تفكر بمستقبل أولادها، في وخاصة أنه كان هناك تصريحات أمريكية، مثلا شهادة مارتن ديمسي بالكونغرس بيقول أنه الحرب السورية بين سنة وشيعة قد لا تنتهي إلا بعد 10 أعوام، وبأن التدخل الأمريكي يجب أن لا يكون إلا من أجل حماية مصالح حلفانا اللي هن إسرائيل والأردن وما إلى ذلك، وبالتالي كان هناك ضبابية كاملة، وهذا السبب اللي أدت إلى الهجرة الجماعية بركوب موجات البحر وما إلى ذلك، وانتهت الحال نحن تقريبا ب 6.7 مليون لاجئ سوري، وهي سوريا تعتبر أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية على مستوى اللجوء. القسم الثاني من الواقع اللي هي مرتبط مع مش فقط ما مرتبط بالنزوح مثل هاي، مرتبط بقضايا بمقولات التغير الديموغرافي. هل حصل تغير ديموغرافي؟ نعم، الأرقام موجودة، وبشار الأسد أقرفي يعني قال نحن أكثر تجانسا، كيف وقال نحن أكثر تجانسا، بشار الأسد أيضا قال سوريا ليست للجميع، سوريا ليست لكل مواطنيها، سوريا لمن يقاتل عنها، وبالتالي يحق
للميليشيات أو ما إلى آخر الأخرى أن تكون سوريين. إذا حصل تغير ديموغرافي، لكن هل كان ما هي خصائص التغير الديموغرافي الحاصل في سوريا؟ هل كما يقال هو تغير طائفي؟ أنا من خلال قراءة أو تحليل مضمون لعشرين اتفاقية مصالحة وهدنة، فينا نقراهم من قلمون للمعظمية لقدسية لبرز لحج تشرين الأحمر، ركزوا عنده حمص القديمة، حي القابون، حي القدم التال، وادي بلد، المدن الأربعة، دارية، فدارية، منطقة جبل الشيخ، حلب، الغوطة الشرقية، محافظة زرعة والقنيطرة. يعني الملاحظات على الملاحظات والشهادات على كل الاتفاقيات باعتبار خارج المظللة بالأحمر. أول شيء لم يطلب النظام خروج المدنيين، يعني بخلاف هاي لم يكن النظام يصر على خروج المدنيين، كان النظام يصر على بقاء، أحيانا يصر على بقاء المدنيين، وكان يصر أيضا على بقاء المسلحين، وكان يحاول بشكل أو بآخر إعادة دمج المسلحين ضمن اللجان الشعبية. وبالتالي يعني أنا لا أعتقد وأنه كان النظام كان هناك نية حقيقية لتفريغ المناطق التي تم التهجير فيها. أيضا حتى مقاتلي داعش ضمهم، جل التركيز كان على الشباب، وهذا شيء أيضا روسيا حاولت ما تعطي، صار تعطي 6 أشهر لمدة سنة من أجل إنه الشباب يعيدوا الالتحاق بالخدمة. تقريبا المناطق اللي يعني قسمها في قسم عادوا لهي المناطق حتى بعد يعني عقد المصالحات. وبالتالي من خلال المضمون ومن خلال الشهادات لا يوجد ما يوحي بأن النظام عمل على تغيير ديموغرافي ممنهج طائفي لهذه المناطق. في عنا التهجير الكامل صار بمنطقة أول شيء اسمها دارية، أنا سميته تهجير النموذج. دارية مثلت نموذج في الثورة المسلحة السورية، بحيث أنه هي كانت في مجلس محلي هو الممثل، كان في عندك مع فصيل عسكري هو لواء شهداء الإسلام، لم تسمح بدخول الفصائل الجهادية، كانت تجربة منضبطة، كانت تجربة أثبتت أو وهن ما يسمى الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، تقريبا أكثر من 1000 قتيل فيما يتعلق بدارية. وبالتالي كان النظام كهو لرغبته بوعد هذا النموذج أصر على تهجير المقاتلين وتهجير السكان كلها جميعهم، إما باتجاه ريف دمشق أو باتجاه إدلب. أيضا لم يفلح باقتحام دارية إلا بعد دخول إيران، وكان التبرير لدخول إيران باختراع مقام يسمى مقام السيدة سكينة في السيدة زينب. الآن نأتي إلى اتفاقية المدن الأربعة التي ذكرها دكتور سامر. مدن الأربعة هذه عملية تغيير ديموغرافي على أساس طائفي مع سياسات إحلال طائفي ممنهجة وبرعاية دولية بشكل كامل وبما لا يقبل اللبس فيه. المدن الأربعة هي تم التهجير من الكويل فرية والفوعة على أساس أنهم شيعة، وهن بشكل أو بآخر بيمثلوا حزب الله بتلك المنطقة، مقابل تحرير مقاتلين وعائلات الزبداني وخاصة مقاتلي أحرار الشام. المفاجئ أنه انظروا كمية الأطراف الخارجية المنخرطة بهذه الاتفاقية، انخرطت روسيا، إيران، لبنان، تركيا، الأمم المتحدة وقطر أيضا في هذه الاتفاقية. الأطراف التي لم توقع على الاتفاقية هي المعارضة السورية والحكومة السورية. فهذا أنا بيجي للفرضية اللي بحاول إثبتها كمان من خلال حمص القديمة ومن خلال مجموعة في قسم آخر بالدراسة بركز على كيفية اختراع تراث شيعي لإيران. من يقود عملية التغيير الديموغرافي هي أطراف إقليمية. اتفاق مدينة حلب أيضا جرى برعاية اللي أيضا شمل جرى برعاية بين روسيا وتركيا وإيران. فهناك نشاط محروم إيراني لإيجاد هندسة ديموغرافية في سوريا لا تتوقف
الوقوف عند شراء العقارات. مشروع دمر هو فيما في دمشق هو النموذج الأكبر، لكن وخلال الدراسة، وهذا القسم لما سأل غير منجز عم اشتغل عليه، نحو 21 موقع وقبر ومزار ومقام تم اختراعهم ويتم تسيير رحل، وهذه معطشية المناطق القريبة لإيجاد حواضن وخاصة في مدينتي دمشق وحلب. وبالتالي التغيير الديموغرافي الطائفي لم يكن هو نتيجة إرادة الأطراف الداخلية بقدر ما كان يعكس إرادة الإقليميين. وشكرا جزيلا. شكرا لجميع المتحدثين. لو سمحتوا إذا في يعني يمكن شي 10 دقائق للتساؤلات إذا سمحتوا. رح نبدأ بعكس الأستاذ علي، رح نبدأ من الطرف